نجحت الشابة المصرية ولاء الشاذلي في تطوير موهبتها في الحرق على الأخشاب بينما تعمل هي في مجال المحاسبة. نتابع. ربما لم يحالفها الحظ للدراسة الفنون التي أحبتها منذ الصغر، لكن مجهودها الشخصي وإصرارها على التعلم من خلال الإنترنت مكنها من الرسم والحرق على الأخشاب بطريقة مبتكرة. حبيت الخشب من مدرسة في ابتدائي، شفتها بتعمل خشب بس يعني ما كانتش هنا في مصر، كان الموضوع كان بره مصر، فحبيت قوي شغلها على الخشب. من وانا صغيره كنت بحب الرسم جدا، بس للاسف ما وظفتش الموضوع دوت صح، لان الدراسه اختلفت، دخلت كليه تجاره، طبعا اتخرجت محاسبه، اشتغلت بقى حسابات زي ما انا اتخرجت. حاليا من سنه ونص ابتديت بقى احب ان انا ارجع للموضوع تاني واشتغل فيه ووظفه بشكل أحسن، نخلي الخشب ده الناس تشوفه زي ما أنا شايفاه. نجحت ولاء في المشاركة في أكثر من 8 معارض، منهم 3 معارض دولية للحرف اليدوية، كما تقوم ببيع المنتجات عبر الإنترنت وسط آلاف المتابعين. بجانب إدارة الأعمال أنا اشتغلت محاسبة، فالاتنين القسمين ساعدوني، بحسب تكلفة المشروع كلها، بقدر أدير المشروع بتاعي كويس وأعرف أركز إيه نقطة الضعف هنا وإيه اللي أقدر أزوده هنا. حاليا انا بشتغل في الحسابات حوالي 8 ساعات، بعد ال8 ساعات دول يعني باخد ريست مثلا ساعتين او 3، بعد كده بقى ببدا اشتغل تاني في الحرب. هو ده يومي، يعني تقريبا 18 ساعه متواصل شغل. تطمح ولاء لإنشاء معرض خاص بها لنشر نطاق حرفة الحرق على الخشب وإضفاء الملامح المصرية له.